بحسب تقرير نشرته بي بي سي في نوفمبر 2022 فإن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع عدد المسلمين في بريطانيا من 4.9% في 2011 إلى 6.5% خلال عقد تقريبا. هل ما زال يمكن اعتبار ذوي الأصول المهاجرة وغيرهم أقليات في أوروبا اليوم، أم أنهم خلاص أصبحوا جزء من المجتمعات الأوروبية واندمجوا فيها؟ يعني طبعا هو سؤال مهم جدا جدا جدا، سؤالكم اللي طرحتونه لي. يعني خلينا نحسب أنه 6% أو 7% من أصول المسلمين العربي العرب هل هم أصبحوا أقليات؟ يعني بدنا نعطي صفة لكلمة أقليات. كلمة أقليات في المجتمع الدولي هي يعني من أهم البنود الثابتة في ميثاق الدول، في ميثاق الأمم المتحدة. لذلك يعني لكي تكون دولة أوروبية يجب عليك محافظة على الأقليات، وكون 7% أو 8% نحن رايحين نحو 10% نحو 10%، لذلك لم تعد أقليات، يعني نحن لا نعتبر أنفسنا أقليات، كما الأوروبيين والبريطانيين لم يعد يعتبرون أقليات، لأن نحن أصبحنا محميين من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الاتحاد. أستاذ حسن، نحن علينا فضل. قبل أن يداهمنا الوقت، أنا بدي أسألك، لو صار وتم تقليد الجالية العربية أو المسلمة في أوروبا لمناصب سياسية، هن بالفعل موجودين، بس لو زاد هذا العدد، شو التأثير يلي ممكن نشوفه على السنوات القادمة؟ يعني هذا لا محل، يعني حتى أنتوا لاحظوا نحن في المرحلة في أوروبا، نحن في الجيل الثالث، أما في أمريكا وفي جنوب أمريكا نحن في الجيل العاشر. يعني نحن لازم يعطوا وقت، وطبعا نحن نسعى ضمننا وضمن الجيل الثاني وضمن الثالث نسعى للانخراط في المعترك السياسي للوصول لأعلى المراكز إذا الله راد. صحيح، هذه هي يعني أمنيتنا وهذه طروحنا، طبعا لحمايه بغض النظر عن التخلي عن عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، يجب علينا حمايه هذه ضمن القانون الذي نحن نسكن فيه. شكرا جزيلا لك. من روما، حسن أبو حرفوش، مسؤول ملف المهاجرين والعلاقات مع دول البحر المتوسط في حزب فورتسا إيطاليا.